إذن نبحث في هذه الفقرة مسألة زيارة أمير قطر إلى واشنطن وارتباط ذلك بمسألة امداد أوروبا بالغاز في حال منع أو قرر بوتين منع إرسال أو امداد أوروبا بالغاز المسال. إذن حول هذا الملف نرحب بضيفنا من فرنسا السيد أحمد برقاوي الأكاديمي المختص في الدراسات الجيوستراتيجية في العالم العربي. أهلا بك معنا سيد البرقاوي. شكرا على الدعوة، مرحبا. مساء الخير. ثلاثة ملفات لزيارة الأمير تميم بن حمد الثاني إلى قطر، عفوا إلى واشنطن. الملف الأول ملف الطاقة، ملف الأفغاني، وأيضا مسألة المفاوضات مع إيران في الملف النووي، لكن سنركز في هذه الفقرة على مسألة الطاقة والأزمة الحالية بين روسيا وأوروبا والغرب. سيد البرقاوي، باعتقادك في هذه الزيارة ودعوة أمير قطر إلى واشنطن، هل تعتقد بأن سيكون البديل لإمداد أوروبا بالغاز هي قطر بدلا عن روسيا؟ طبعا في ظل الصراع المحتمل، الصراع العسكري المحتمل بين الغرب والشرق، بين أوروبا والولايات المتحدة والنيتو وروسيا، ستكون هناك بدائل للطاقة، خاصة الطاقة التي تصل أوروبا، وبالتالي أصبحت قطر محور لا يستغنى عنه. قطر تمثل الآن محور اعتدال، محور الخروج من الأزمات، ووسيط له ثقة كبيرة من المجتمع الدولي، وهذا رهان ربحته الدبلوماسية القطرية، ولا بد من الإشارة إليه، وهو أهم عنصر، وهو ربح ثقة المجتمع الدولي في قطر وفي سياساتها الإقليمية والدولية. طيب سيد البرقاوي، لكن هناك من يتحدث في حال طلب واشنطن إمداد قطر للغاز لأوروبا في حال فرض عقوبات أمريكية على روسيا، بالتالي سيكون الخيار أمام بوتين بقطع الغاز على أوروبا، بالتالي أزمة غاز في ظل ارتفاع أسعار النفط في العالم. باعتقادك هل قطر قادرة على لعب هذا الدور، وهي التي تمد آسيا كدول الصين، اليابان، سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية بالغاز، وهناك عقود طويلة الأجل لإمداد تلك المنطقة بالغاز المسال، هل هي قادرة على إمداد الغرب أو عفوا أوروبا بالغاز في حال صراع روسي أوكراني؟ يعني لا أعتقد أن ستكون إمدادات كبيرة بالحجم الذي تنتظره أوروبا في مستهلكاتها. نحن نعلم أن روسيا تمد أوروبا بما يقارب 40% صحيح من حاجياتها للغاز، وبالتالي لا أعتقد أن قطر ستوجه كل إمداداتها إلى أوروبا، لكن سيكون هناك تعاون بما يفضي على عدم احتياج أوروبا مع يعني من قطر، وأعتقد أن ستكون الجزائر أحد إمدادات طيب. أوروبا أيضا. سيد البرقاوي، يعني في حال صراع روسي أوكراني، هل تعتقد بأن روسيا ستمنع عنها المليارات الدولارات أو اليوروات في حال مسألة يعني أن تدخل الاقتصاد بالسياسة ومسألة الخلاف الجيوسياسي الحالي أو العسكري، إن كان هناك بالفعل صراع عسكري بينه وبين أوكرانيا، ستكون ورقة حساسة وتضعها على الطاولة أمام الغرب والأوروبيين؟ يعني الجانبان الآن يتحسسون مواقع جديدة في النظام الدولي الجديد الذي بدأ يتشكل. روسيا تريد أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الدولي الجديد، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقود هذا النظام الدولي الجديد عوضا عن الصين العملاقة، وبالتالي هذه هي المعركة الحقيقية. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي بدأ أيضا يثق في الإدارة بايدن بعدما عجز التواصل مع إدارة ترامب، أعتقد أن الغرب الآن والنيتو جادون في حجم دور روسيا على في بما يسمى العلاقات الدولية والجيوستراتيجية. روسيا تريد أنها ترجع بقوة عسكريا وتكون حاضرة في بعض المواقع، منها الشرق الأوسط، والآن بدأت تدخل أيضا إفريقيا والمغرب العربي. والولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال تحركاتها سواء كانت السياسية أو العسكرية لحجم هذا الدور الأساسي. وأعتقد أن روسيا ليس لها ورقات كثيرة جدا مثل ما هي الورقات بيد الإدارة الأمريكية، وهي المؤثرة الآن في المجتمع الدولي.
في حال الصراع الروسي الأوكراني، هل تعتقد بأن الورقة الوحيدة أو الأهم بالنسبة لأمريكا هي ورقة العقوبات كالعادة في أي ملفات أخرى بالنسبة للدول التي تعادي واشنطن، أو كما ذكرت بمسألة الدخول ومسعى روسيا أن تكون لاعب مهم في النظام الدولي الذي يتشكل حاليا كما قلت؟ طبعا باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها وخاصة بريطانيا أن تلعب هذا الدور وتحجم الدخول الاقتصادي المؤثر لروسيا. ونحن نعلم أن روسيا لها علاقات أيضا اقتصادية مع أوروبا على وجه الخصوص والولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي لها القدرة أقول على الضغط على روسيا الآن وعلى الرئيس بوتين لعدم المغامرة والدخول عسكريا إلى أوكرانيا. طيب سيد برقاوي، ما خيارات أوروبا في حال قطع روسيا الغاز عنها؟ الخيارات طبعا ستكون أحد الإمدادات كما أشرت من الأول عوضا عن روسيا، وإن كان طبعا بحجم أقل، هناك قطر وهناك أيضا الجزائر. هون بديلان قطر والجزائر عديد. سيكون بديلان عن روسيا الأساسي بالضبط. نعم، سيكون الدعم الأساسي إمدادات الغاز إلى أوروبا. ستكون هناك طبعا إذا وقعت هناك قطع الإمدادات الغازية إلى أوروبا، طبعا هي تعاني الآن من ارتفاع الأسعار في الطاقة، ستكون هناك إشكالات عديدة، وهذه طبعا ستفرض على القيادة الأوروبية جميعا، وهي الآن القيادة الفرنسية التي تقود الاتحاد الأوروبي، ستكون رهانات صعبة جدا أمام الاتحاد الأوروبي. وهذه الرهانات والصعوبة الآن، ألا تعتقد بأن العالم يتحول من حرب يعني في خلافات في مسائل معينة، إن كانت مقتصرة ملف انتشار عسكري أو توسع، إلى خلافات وحرب اقتصادية قادمة بين هذه الدول، أو حرب الغاز قادمة؟ طبعا هي متشابكة للأسف. أقول أن الصراعات ليس فقط حول الطاقة، فقط حتى حول المياه، وهي كنا ننتظر ستكون هناك صراعات حول المياه أيضا. بالتالي الآن هناك صراعات على النفوذ وليس هناك قيم للإنسانية. في غياب هذه القيم الإنسانية وقع تقسيم العالم، وكأن العالم ينقسم إلى أقسام جديدة. وطبعا الخاص في هذه الآونة هو الوطن العربي رقم واحد، والدول الضعيفة مثل الدول الأفريقية. لماذا تكون هي الخاسرة إذا ما كان هناك بالفعل سوق جديد للدول العربية كقطر وجزائر في إمداد أوروبا بالغاز؟ لأنها أصبحت ليس طرفا في هذا التقسيم الجديد، إنما يملى عليها بعض الأطروحات. ربما المسلك الوحيد أو الطريق الوحيد الذي سينجي الوطن العربي هي القطب الجديد الذي يريد أن يقوم به الرئيس التركي أردوغان، وهو يسعى إلى ذلك جاهد أن يكون هناك ممثل لدى القوى العظمى يمثل الشعوب الضعيفة والقارة الإفريقية والوطن العربي. وهذا أعتقد لو استطاعوا أن ينضموا إلى هذا القطب فستكون هناك ملامح جديدة في تشكيل النظام الدولي الجديد. بأقل من دقيقة، بما أنك أشرت لتركيا، هناك مساعي ويعني أن يكون لتركيا دور في إنهاء الصراع الروسي الأوكراني. هناك زيارة يوم الخميس ربما للرئيس أردوغان إلى أوكرانيا، وأيضا زيارة للرئيس بوتين إلى تركيا، ماذا عن هذا الجانب؟ طبعا تركيا الآن هي بين ضفتين، الضفة الأوروبية والضفة الآسيوية، وهي تلعب الدور، ستكون وسيط له وزن كبير في تهدئة الأوضاع. ونحن نعلم أن تركيا هي عضو في النيتو، وهي في نفس الوقت لها علاقة مع روسيا الآن اقتصاديا وأمنيا أيضا، المشكلة السوري. فبالتالي أعتقد أن لأردوغان ورقة للعبها، وربما سيكون هناك مخرج. الإدارة الأمريكية الحالية تثق في أن لتركيا دورة كبيرة جدا.